سولي، انا عارف انك راجل وطني وتقدر تتحمل المسؤوليه، ماشي، وانك مستحيل تقول لمصر على حاجه. لا انا مش فاهم اي حاجه، ولا انا فاهم حاجه، ولا انا فاهم حاجه. ايه ده؟ ما تفكرنا بيه. لو ايدك اتمدت على سولي ده انا هقطعها لك. ممكن حسين هو سولي متهم بحاجه؟ من ساعة ما العسكري نبيل جابنا هنا واحنا مش فاهمين. عشان هو كتكوتة مش فاهم حاجة، ولا أنا فاهم حاجة. ها؟ ها؟ حور بيسلم عليكي، ويحيى كمان بيسلم عليكي، يسلم، وأبو حور بيسلم عليكي. ها؟ سولي، الموضوع اللي هكلمك فيه سر جدا، ها؟ والسر لو خرج ما بين اتنين ما يبقاش سر، وإحنا أربعة. يعني خرج خرج. يا اخلص. فاهم حاجة؟ فاهم ايه؟ قولي. معرفش. وفي كده اني مدامي انا مالي، انا مالي. حور بيسلم عليك. الله يخرب بيت حور. ها؟ ماشي، الله يسلمك. ويحيى كمان بيسلم عليك. الله يسلمه. كيس بعيد. اوكي يا كتكوت. انا لما كمال يا مراتي قالت لي عليك، وقالت لي ها ان الواد خبير في النت والتكنولوجيا، قلت بقى خلاص. ها؟ خلاص مفيش غير سولي حبيبي واخويا الكبير، هو اللي يقدر ايه يخدمني في القضيه دي. ماشي. قلبي. ايه ده؟ ايه الصلبطه دي؟ ما شكلي قلبه في اليمين. ايه ده؟ ما تتعدل يا اخي كده. عسكري نبيل، مد ايدك تاني. مد ايدك عشان اقطعها لك. ها؟ هتشتغل معايا في القضيه ولا مش هتشتغل؟ هشتغل هشتغل. انا طول عمري نفسي اقضي على الاشرار. يا حبيبي يا سولي، يا حبيبي، يا حبيبي يا سولي. انا قلت برضه ان ابن اخويا هو اللي هيقف معايا في القضيه دي. لا اله الا الله. حبيبي يا حبيبي يا سولي. حور بيسلم عليكي. يخرب بيت ام حور. الله يسلمها. شوف يا سوري، احنا لازم نقضي على الاشرار. هنقضي على ابو الغضب عشان مازنجر لازم يتجوز فاتن قبل ما تضرب الضربتين المدمرتين. فاتن دي موز. دي موز على الاخر. يا ما تفتحش عين الواد. موزة ايه وقبضتين ايه؟ انا عايز اطلب طلب بعد اذنك. لا بقول لك يا سولي، طلب فلوس مفيش. عايز تخدم مصر بالحب اوكي، مش عايز تخدمها عسكري نبيل اهو نفس السن ونفس الدماغ بالظبط. انا ماليش في الفلوس، انا عايز بدله زي ما الضباط كده بيلبسوها كده. حاضر، هجيب لك بدله ضابط لو نجحت في العمليه. قشطه. ادي ادي في ضابط يبقى رايح كده مهم ويقعد قشطه ويعمل اللي انت بتعمله ده. قشطه. استرجل كده وانشر. ماشي، اذا كان كده يلا بينا عشان نلحق ابو الغضب. على فكره حور بيسلم عليك. انا رايحه الحق ابو الغضب. باي حبيبي. انت لسه واقف. ايه ده يا مي؟ ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ وانت ايه اللي انت لابسه ده؟ انت عندك حفله تنكريه في المدرسه ولا ايه؟ عسكري نبيل، خير؟ ايه اللي جايبك الحاجه؟ لا يعني اصل الحكايه حكايه؟ هي فيها حكايه؟ انا عارفه، انا نصيبي اسود ومنيل، انا بختي اسود، لازم المشاكل تيجي ورايا ورايا في كل حته. انا تعبت خلاص، تعبت. عملت ايه يا منيل؟ انت حتى شخصيه مين؟ انت حتى شخصيه ضابط؟ يا دي النيله السود، اروح فين انا دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ وانت ايه جايبه ايه؟ هتقبض عليه؟ لسه صغير ما عملش اي حاجه. اسمعيني انت، عم بولولم بولولم. شويه شويه. الله، هقول اهو. قول. اهو احنا نتكلم كده واحنا واقفين على الباب، ما نخش جوه. اتفضل جوه. عسكري نبيل. تمام يا حضرة سولي بيه. ايه ده؟ في ضابط لابس كشتي؟ ايه ده؟ انت هتفضحنا في الداخلية. خش خش جوه. كشتك ايه؟ اتفضلي. لا لا اتفضل انت. ما اتفضل اتفضل. واكتب الله ما يصح. واكتب الله. واكتب الله ما يصح. خشي. السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. في إيه؟ بس وهكذا، وفي اللحظة دي أصبح الضابط سولي ضابط في الداخلية،
والظابط حسين قال لي مش معاك فك بمية، قلت له مش معايا عيني، قال لي تخليك مع الظابط سولي، اوعى تسيبه ولا لحظه، تبقى زي ظله لغايه ما تنتهي المهمه. هتسالوني تقولوا لي ايه المهمه، هقول لكم دي الميشن امبوسيبل، اي المهمه المستحيله، يعني عمرنا ما هننجح فيه. يا انت لسه متفائل من السنه اللي فاتت؟ حاضر. أفضل الأول. حبيبي قلب أمك، حصنتك يا حبيبي من العين. كنت بحلم باليوم اللي تبقى فيه ظابط قد الدنيا، بس ما كنتش أتخيل إن اليوم ده هيجي بالسرعة دي. يا مامي، لكل مجتهد نصيب. صح يا قلب أمك، صح. اللي بعده. سولي حبيبي، تعرف اني بحبك قوي صح؟ طيب بص بقى، انا مش هقدر استنى لحد ما تم 18 سنه عشان اطلع الرخصه. انت طبعا اكيد بما انك ظابط دلوقتي كبير تقدر تطلعها لي السنه دي صح؟ حبيبتي من عيوني، بكره الرخصه وبالعربيه كمان هيكون عندك. حبيبي يا سولي. دي اختي. انا اسف معلش. اللي بعده. طبعا تربيتي، ودايما كنت بشوف فيك حته الكلب البوليسي بذمتك، مش دايما كنت بقولك يا ابن الكلب؟ بابي لو سمحت، انا عايز هدوء تام في البيت، التلفزيون مش عايز اسمع صوته خالص، مش عايز اي خناقات بينك انت ومامي، والكائن اخويا ده اللي بيعيط ليل ونهار مش عايز اسمع صوته، ان شاء الله حتى ترموه من الشباك، مش عايز اي حد يزعجني. ماشي؟ تحب تنام جنب امك وانا انام على الكنبه؟ لا انا مستريح في اوضتي. اتفضل. اللي بعده. سولي يا حبيبي، انا بجد مش متخيله ازاي طفل نابغه زيك يتولد وسط العيله اللوكال الفيري ديستورشن دي. سولي بتحب طنط منال قد ايه؟ قد الطقطوقه دي. انا ما كنتش متخيله كميه الحب ده. سولي دلوقتي انكل شريف يعرف واحده على الفيسبوك اسمها الفراشه الحائره، الوليه يا سولي كل يوم الساعه 4 الفجر تعمل بث مباشر وتقول هاي، حد صحيك يسهر معايا؟ اكيد طبعا احلى منك. ايه ده، ايه السؤال ده يا سولي؟ طبعا احلى مني بكتير. وبعدين يرضيك البهدله اللي طنط منال فيها؟ يرضيني. ما انا عشان كده بقول لك، مش كفايه عليا سلبت الاحواض اللي اسمها ميسون؟ اتصرف يا سولي. ميسون دي بني ادمه؟ لا يا حبيبي دي شمبانزي. يلا بلاش نجيب سيره حد، ربنا ينتقم منها. ربنا يديك على قد نيتك. لا يا سولي انت كده ضيعتني. هتحلي لي القضيه بتاعتي ولا لا؟ لا، عشان انا بحل قضيه لمصر. مين اهم، مصر ولا انتي؟ سولي ما هي مصر تبقى امي، ومفيش ام في الدنيا تقبل البهدله اللي انا فيها. حول الله. اللي بعده. مش ممكن يا منال، قالك قضيه علشان مصر وانتي لوك 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 لوك. معلش يا حبيبي سيبك خالص من طنط منال، ها ركز مع مامي. ها قالك امك ثم امك ثم امك، اوكي امك. هاي يا حبيبي انا مش عايزه اوصيك تاني على الوايت ليست، ها الليسته البيضه اللي انت بتعملها لي على الكمبيوتر عشان البرنامج، بس في الحقيقه طلب تاني اهم. انا بقالي 7 سنين مقدمه على القرعه بتاعت الحج وما جاتليش، فممكن يا حبيبي بعد اذنك يعني تطلعني الحج؟ مامي ليه شعرك حلو؟ ليه عايزه تكوني قرعه؟ لا احنا كده مش ممكن نطلع في القرعه، واللي اخدته القرعه تاخده ام الشعور. ما تشيلش همي حبيبي، خليك مع مصر. مصر هي امي للها امك. اللي بعده. سولي حبيب بابا، اوعى المنصب الجديد يغيرك. انت وعدتني انك انت هتشغل لي ماتش مصر المشفر. بص يا سولي اي حاجه مشفره شغلها لبابا. والاهم كمان، انت قلت لي انك هتجيب لي دعوه مهرجان القاهره السينمائي عشان اشوف سما المصري وهي بتقع. اصل هي بتقع في كل المهرجانات على فكره يا سولي. النبي حظم السولي تخليها دعوتين. والنبي اخرس بدل ما اديك بوكس اخنفك. ماشي خلاص. اللي بعده. خلاص العيلة خلصت. مفيش حد؟ لا. طب ارفع بطاطك كده الناحية التانية عشان العدة.
بسم الله الرحمن. الصلاة تمام؟ الصلاة تمام. حبيبي أمورنا سولي بيه، عايز تاكل؟ عايز تطور؟ ماشي تعال اتفضل يا سولي بيه. ثواني اتفضل يا سولي بيه. أمن لي يا ابني الصالة. المنظر ده الريشيبسن تمام؟ المطبخ تمام؟ كله تمام؟ ايه؟ خلاص قصوا لي تبقى ايه؟ خلاص جعان تاكل؟ ماشي افضل. تاكل برتقال؟ خش يلا نام، خش نام. ايه ده؟ نو امبوسيبل، مش ممكن، انا ما بقتش عارف اخد راحتي في بيتي. تقول حاجه يا علي؟ عايز اخش الحمام. ما تدخل يا علي، هو حد عايشك؟ نبيل بيقول لي في حظر تجول في البيت، بقول له ليه؟ بيقول لي اجراءات امن. معلش يا علي لازم تستحمل شويه يا حبيبي، ما انت عارف الظروف، اديك شايف انا بتفرج على الحلقه على اللابتوب مش قادر اتفرج على التلفزيون علشان الصوت ما يزعجش. سولي انت كمان يا حبيبي لازم تستحمل عشان مستقبل ابنك. مستقبل ايه؟ ايه علاقه اللي بيعمله ده بمستقبله؟ لا هياخد مرتب ولا هياخد رتبه. شش. طب وطي صوتك لا يسمعك. ما يسمع هو انا هخاف من ولد فسل زي ده؟ ايش ايه فسل دي؟ هيسمعك يا علي، انت عارف امبارح سجن جارنا اللي فوق بمكالمه قد كده اهو، قال ايه علشان التكييف بتاعه صوته عالي وسولي بارد فحبسه. خاف على روحك بقى. انا ما بخافش يا هانم، خليه يتفضل يجي ويوريني ويحبس ابوه. في حاجه؟ لا يا حبيبي مفيش حاجه. اصل سمعت صوت كده عالي. صوت عالي؟ اه ده اكيد من بره. اه الراجل اللي بره، الراجل اللي بره يا انجي اللي انا طلعت زعقت له ده. أيوه. اه بس ماشي خلاص خلاص. اه راجل واطي. طب انا نازل عندي ميعاد مع حسين عشان القضيه. ايه يا ولد ده؟ ايه نازل دلوقتي؟ قصدي حضره الضابط يا سياده العقيد يا سياده العميد، قصدي سياده اللواء. انا اسفه يعني، انا قصدي ان الساعه عدت الساعه 12 يعني. نعم دبابير دول ولا حمام زاغل؟ ها لا دبابير، حمام الزاجل بيعمل تواليت. لا دبابير. انا بس كنت بطمن عليك وبسال يعني. تقلقيش يا مامي، نبيل مستنيني تحت والبوكس هيوديني ويجيبني. طب حبيبي تحب نستناك عشان نفتح لك ولا تحب تبات بره؟ دبابير ده ولا الاستاذ اللي احنا بناخدها في المدرسه؟ ها دبابير يا حبيبي دبابير. ما تقلقش معايا نسخه من المفتاح. انت تشرب لبن قبل ما تنام. حاطط شوب جوه. وانتي تغسلي رجليكي قبل ما تنامي. غسلتها خلاص. اي سلام عليكم. اوعى التربيه الوسخه. ها سيسولي عملت ايه؟ خلاص فاضلي مرحله واوصل للعصابه. مرحله سولي ما تحسسنيش انك فاضلك مرحله وتقبض على الوحش. سولي احنا ما بنلعبش جيمز. ما تقلقش يا فندم كله تحت السيطرة. لا اقلق يا حبيبي اقلق، انا حاطط مستقبلي كله في ايد عيل صغير. يا اما نقبض على العصابة يا اما فضحتي في الدخلات تبقى بجلاجل. جلاجل؟ يعني ايه جلاجل يا فندم؟ ده سؤال ذكي. بص يا حبيب قلبي، الجلاجل دي بتبقى عبارة عن شوية جلاجل كده مجلجلة ماشي، بيرشوا عليها شوية وايت صوص وهوت صوص وريت صوص، تبقى شبه الدوناتس كده. بقول لك ايه؟ ما تشتتش تفكيري. ركز في اللي بقولك عليه. حاضر، انا بعت للموقع النصب ده ان انا عايز اشتري منهم حاجه. نعم يا حبيب قلبي. تشتري منهم حاجه؟
يعني احنا بدل ما نروح نقبض عليهم نروح نشتري منهم وننفعهم. انا قلبي مش مطمن للعمليه دي بسببك يا باشا. ما هي دي الطريقه اللي احنا نقدر نقبض عليهم متلبسين وهم بيبيعوا البضاعه وان هي المضروبه على انها اصليه. انت هتعلمني اصول الشغلانه ولا ايه يا سولي؟ ما تيجي تقعد في المكتب بدال احسن وتشتغل. بس انت صح صح، انا كنت هقول كده على فكره بس كنت بختبرك. ها يعني انا خلاص كده نجحت في الامتحان؟ انت لغايه دلوقتي ماشي هايل. ها بس فاضل حته صغيره قد كده في العمليه. حته قد كده ان انا اترقى. ها اترقى واقبض على العصابه وساعتها يا سولي هتبقى حته تانيه. ها هنفخك ساعتها. لا لا مش عايزه اكون حته تانيه، انا عايزه اكون سولي زي ما انا. يا ما انت هتفضل سولي زي ما انت بس انت هتبقى في حته تانيه خالص. ها امتى بقى هيسلمونا البضاعه؟ انا اتفقت معاهم ان احنا بكره هنتقابل في الكافيه. بدات اقلع منك، ما خليتش المقابله في الاسم ليه؟ والنبي ما هو اكيد هيشكوا فينا. انت بتعلمني اصول الشغلانه تاني يا سولي؟ ما تيجي تشتغل بدالي. بس صح انت صح. بص انا كنت عارف ها بس كنت بختبرك برضه. برضه ذكي قوي. انا مش فاهم حاجه، وبعدين انت عملت الاوردر ازاي من على النت؟ انت صغار قوي. الشارع اللي وراه تمشي واقول حا المهم انا اعمل اوردر براحتي وبالطريقه اللي انا عايزها. تعمل اوردر براحتك، تعملها على جنب، انت مش هتدفع. ادفع. طيب الخشف الرجال يجيب الفقر يا حبيبنا. مش فاهمها بس ماشي. اوعد تكون سارق ابوك ولا مقلب امك ولا عامل حاجه. اقف عندك، محدش يتحرك من هنا. اللي هيتحرك هضرب في المليان، المكان كله محصور، واللي هيتحرك هعمل عليه بالبيه. انت واقف كده ليه يا باشا؟ علشان ابقى اطول منهم. انت مالك انت؟ على قطعك يا باشا. ايه على قطعك دي؟ ولا انت شكلك كده من بتوع التلات ورقات هتكذب وتفشل علينا ولا ايه؟ انا ما بحبش الكذابين. حلو كذاب. ليه صدقتك؟ الحق عليا، الحق عليا اني طوعتك يا معفن. يا كذاب. يا باشا. ما تفتحش بقك خالص. اهوت يا باشا. انت بتبيع ايه هالك؟ هكون ببيع يا باشا انا شاب بوكسرات. بوكسرات مفخخه. ايوه انت بتبيع مكسرات مفخخه، البضاعه دي بتاعت مين يا لي؟ بتاعتي يا باشا معرقه جبيني. وكمان بتعترف يا اخي؟ ايه البجاحه دي؟ ايه البجاحه دي؟ تفتحش بقك، تفتحش بقك، شايف مسدسين هضربك. يا باشا حرام كده. اقفل بقك انا. اهو انا يا باشا. ايه ساكت. الو. ايوه سعاده الباشا. قبضنا على المجرم. ايوه بيبيع مكسرات مفخخه. كله ينبطح. الله أكبر يا باشا. ربنا يسترك يا باشا. يا باشا ورحمة جوز خالتي، ورحمة جوز خالتي يا باشا. أنا عمري ما اشتغلت في المضروب يا باشا. وبعدين يا باشا أنا بشتغل أقل من سعر السوق، يبقى إزاي بقى يا باشا بشتغل في المضروب؟ كلام معقول برضه. وريني معاك ايه؟ يا باشا معايا كل حاجة يا باشا، بسبعة ونص، تلاتة ونص، قربي يا مدام بوكس. ايه يا الستاير دي؟ ده يا باشا أنا مؤاخذة جهاز أمي، يعني قلت أبيعه. جهاز أمك. أيوه يا باشا. يا باشا معايا كل حاجة يا باشا، معايا الليمون اللي زغلل لي عيوني. الليمون اللي زغلل لي حلو. أيوه يا باشا. ده في منه مقاسي؟ ايوه يا باشا معايا حاجه في الفخامه، يعني حاجه اكس اكس ان اكس اكس في قمه الاثاره والتشويق. ايه ده حيوان؟ انت بتتريق عليا؟ لا مؤاخذه يا باشا، ده مقاس انا؟ لا يا باشا. ها انا مقاسي كبير كده؟ ليه يا باشا؟ مؤاخذه يا باشا انا حمار، انا حرامي، انا معايا حاجه كده في الديسين بقى يا باشا. وريني. هتظبط لك الاداء وتعلي لك الاناني. حبيبي الباشا هو ده مقاس. اهدي، ده مقاسك؟ مقاسي حاجه كده. ها يا دوبك على قد ال على قد الايد ده. انت تعمله جوانتي ده؟ ده بكام ده؟ ده يا باشا قطعه ب 15. القطعه ب 15. 15 يعني انا عايز 6، يبقى ال 6 ب 20. 15 في 6 ب 20، صح يا باشا؟
ده كلام الناس المبرشمين. صح يا باشا. صح كده؟ بس ابوس ايدك يا باشا، يعني مات الكلام على الشفايف وببلاش، بس مشيني من هنا. مشيني من هنا. الدهب بترشيني يا يا باشا. ما اقدرش يا باشا. لف لف. الف ورا ولا قدام؟ لف وريني جنبك كده. اهو دي يا باشا. الترامادول بص بيقع من ودانه. بسم الله ما شاء الله. وريني الناحية التانية. اهو يا باشا. الناحية دي تمول صيني. وريني وشك. اهو يا باشا. بص وش بص، عايزين نعمل له فيديوهات ننزله في النيل التراما. تعال وريني اللي انت لابسه ده. ايه ده وطي كده بينزل. ايه ده؟ ايه حصان البحر ده؟ ده يا باشا راس التنين البت ازعرينا صاحبتي جايبها لي في عيدية ايد الام. ازعرينا؟ ايوه يا باشا. وطي شويه. حبيبي يا باشا. حبيبي يا باشا. ازعرينا حبيبي. تمشي ما تشوفش وشك تاني. حاضر يا باشا. ترجع بظهرك لحد الكافيه اللي قبضت عليك فيه. حاضر يا باشا. تفضل ماشي من هنا للكافيه بظهرك. يا باشا ربنا يحرمك ما يطعمك ويعريك ما يكسيك يا قمه في الفخامه والاداء العالي. ربنا يكرمك يا باشا. انت بتدعي لي ولا بتدعي عليا؟ بدعي لك يا باشا. طب يلا امشي من هنا. ايه ده انت هتسيبه يمشي؟ يا ابني استنى شويه. حفظ الله يا باشا. اتفضل. بظهرك. مع السلامه حكومه. طبعا هسيبه يمشي. امال عايزني اعمل ايه؟ اقبض على واحد بيبيع شويه فانيلات ولبسها؟ اسكت انت كمان. حاضر يا فندم. ما انا افتكرت ان افتكرت ايه؟ انا اللي افتكرت غلط لما اعتمدت على عيل صغير زيك. دمرتنا الله يخرب بيتك. بوكسرات يا سولي بوكسرات. اهلا. شرفت يا بيضه. شرفت. شكلك عرفت اني فشلت. طبعا عرفت. طب ما انا اعمل ايه؟ انا حاولت على قد ما اقدر اني اقبض على العصابه. عصابه ايه؟ انا عرفت انك فشلت في المدرسه من الدرجات اللي زي الزفت اللي في الشهاده بتاعتك. اسمع، من النهارده مفيش نت ولا قاعده على الكمبيوتر بالساعات. انا عملت كده علشان خاطر عشان خاطر مصر. يا ولا يا ولا، شغالك مزيكة رأفت الهجان يا ولا؟ عملت كده عشان خاطر مصر؟ ما هي مصر عايزك تتنيل تذاكر عشان تنجح. لو لقيتك ماسك كمبيوتر تاني هكسره. انت حر. نصيحة مني بقى، خلي بالك من الاكاونت بتاعك. لا حلو، الاكاونت بتاعي قفلته عشان مفيش فاسل زيك يهددني. ومن هنا ورايح ما وراكش غير دروسك، وكفاية الدروس الخصوصية اللي انا بدفعها لك. خلاص انت حر. انا بقى هرجع اعمل قايمه سودا في برنامج مامي عشان الناس اللي بتهاجمها. ده انا ده اللي هخلي ايامك سودا لو ما اتنيلت. انت بهدل دروسك. يا ماما الحنان. ولما قالوا لي ده ولد اتشد ظهري واتسند، ولما قالوا لي دي بنيا وسقف البيت وقع عليا. نعم في ايه تاني؟ بابي مش عايز نعملك القايمة السودا على الناس اللي ما بيحبكيش. وانا كمان مش عايزه. ما بتعمليش اي حاجه، ركز في مذاكرتك وبس. ليه ليه ايه ايه؟ انت ما عرفتش يا حضره الضابط اللي جرالي من تحت راسك؟ لا. اتعمل لي قضيه تشهير علشان مشيت وراك. ده غير كمان ان انا تقريبا برنامج بتاعي توقف منك لله يا سولي. ده غير بقى ضغطي وصل لمعدلات ارقام عمري في حياتي ما شفتها قبل كده. اصلا انا راضيه تنفجر. يا راسي انا يا اما. معلش لا حول ولا قوه الا بالله. حرام عليك يا ابني، هتعمل فيها ايه اكتر من كده؟ ده انت عملت فيها اللي انا ما عرفتش اعمله. ايوه صح يا علي يا حبيبي. والله ده انت طلعت غلبان. انا كنت فاكراك اكتر واحد في الدنيا بيرفع لي ضغطي. طلعت لا، طلعت تاني اكتر واحد. اكتر واحد الواد ده، الواد سعودي ده هو اللي بيرفع لي ضغطي جامد قوي. على راي المثل، ما تخافش بن علي خاف من خلفتها. هو كده المثل، ما تخافش من علي خاف من خلفتها. اوكي. شفت يا مي، بعد ما خليت مامي اعلى نسبه مشاهده دلوقتي زعلانه عشان اترفع عليها قضيه. وانا مالي؟ هو انا اللي رفعتها. وبابا بعد ما ظبطت وخليته اتفرج على الماتشات براحته افتكر فلوس الدروس اللي بيدفعها. يا
انت ما بتردش عليا ليه؟ في ايه؟ اخرس، مش طايقه اسمع صوتك يا حيوان. انا عملت لك انت كمان. طبعا ظبطتيها، عملتي معاها الصح. ما هو الصح باين على وشك. هي اللي عملت فيكي كده؟ منك لله.